زرزة يخدمونا من تسالا مركز حتى المنطقة تاع فدوس حتى 7 كيلو هذيك هاي زرزة يديوها هما، ومن بعد عندنا منين من تسالا مركز 4 كيلو حتى البلاصة هذه سميوها البرج، عندنا 4 كيلو انا نخدموا فيها. الشيء الاخر راه مداوه زرزة، والشيء الاخر زاد دخلوا تحت الصفت زاد عاودوا داو معنا ثاني النص الاخر، حنا بقات لنا 30% خدموا تسالا. اليوم حنا رجعنا بلدية زرزة تمشي على تسالا وأميرة الراس على تسالا، وصبحنا حنا اليوم بين زوج بلديات. البلديات هذو في زوج عندهم المسالك تاعهم، ما يتوجهوش على المسالك تاعهم ويجيو على المسلك تاع تسالا مطاعي. على إثر الاحتجاج ناقلي خط تسالا ميلا تم الاجتماع بممثلي الناقلين، وتم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على منهجية عمل تنقسم إلى قسمين. القسم الأول كان أمور نقوم بها على مستوى مديرية النقل، وقد تم الشروع في هذا الحلول. والنقطة الثانية هي أمور تتم بالتنسيق مع السيد رئيس الدائرة ورؤساء البلدية المعنية.